طبعا قبل قليل بدات يعني او بدات بعد انصار التيار الصدري بالانسحاب تدريجيا من امام مجلس القضاء الاعلى، كما تلاحظ الصوره الخلفي. نعم. يعني اتباع انصار التيار الصدري يقومون بتنظيف الاماكن التي تواجدوا بها منذ الصباح الباكر لانهاء تواجدهم بالاعتصام بعد تغريده الوزير القائد بانهاء تواجدهم والذهاب الى مبنى البرلمان ليكون الاعتصام فقط مقتصرا امام مبنى البرلمان، بعد ان كان الاعتصام يعني بعد دعوة من اللجنة التنظيمية من قبل أنصار التيار الصدري بأن يكون مجلس القضاء هي ساحة الاعتصام الثانية لأتباع أنصار التيار الصدري، ويكون اعتصامين مفتوحين أمام مجلس القضاء الأعلى وأمام مجلس النواب، ولكن بعد تغريدة الوزير القائد الأخيرة التي تقضي والتي تمضي بحل وفتح السرادق التي تم نصبها منذ الصباح منذ الساعة التاسعة صباحا عندما كنت متواجدا منذ أول لحظات نصب سرادق الخيام، بدأ أنصار التيار الصدري بعد التغريدة في الساعة السادسة والسادسة والنصف مساء بالانسحاب تدريجيا بعد إكمال وجبة العشاء. ربما السرادق التي تم نصبها في بداية الطريق منذ يعني بداية الطريق من ساحة الاحتفالات وإلى مجلس القضاء الأعلى تم رفعها بالإضافة إلى السرادق على يمين مجلس القضاء الأعلى، ولكن للتنويه زميلي نوار، هنالك سبعة خيام فقط ستبقى يعني منصوبة أمام مجلس القضاء، وهي خيمة محاسبة الفاسدين وخيمة أهالي الموصل وكذلك خيمة إن كان هنا واضحة خيمة إقالة الفاسدين وخيمة قضاء مستقل ونزيه وخيمة الأموال المنهوبة كما تلاحظ خلفي. نعم. عفوا زميلي، سبعة خيام ستبقى منصوبة أمام مجلس القضاء هي للمطالبة ومطالب جديدة وسعها أنصار التيار الصدري، هذه خيمة قضاء نزيه ومستقل وكذلك أيضا خيمة استرجاع الأموال المنهوبة وخيمة شهداء سبايكر. طبعا أنصار التيار الصدري يطالبون من خلال تلك المطالب بأن تكون يعني بأن تكون تلك المطالب تحقق في الواقع في الأيام المقبلة، وسيبقى الاعتصام فقط مقتصرا ومفتوحا أمام مجلس النواب كما دعا إليه الوزير القائد. طبعا زميلي نوار للتنويه فقط، ربما من خلال تلك المعلومات التي حصلت عليها من قبل القيادات الموجودة عفوا في التيار الصدري، سيكون الاعتصام فقط مقتصرا أمام مجلس النواب، بالإضافة ربما في الأيام القادمة إذ لم يتحقق مطالب أنصار التيار الصدري كما تلاحظ خلفي عفوا الصورة، يعني سيكون الاعتصام قد يفتح الاعتصام إلى الشوارع الرئيسة في المنطقة الخضراء إذ لم تتحقق مطالب أنصار التيار الصدري، وهذا ما يريده أنصار التيار الصدري لأن تكون الحكومة القادمة حكومة نزيهة بانتخابات تشكل ويشرف عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقانون الذي سنه مجلس النواب في هذه الدورة.